الكرام، عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. نستهل نشرتنا الخاصة بالملاحة وصيد البحري بإعلان برياح قوية. سير المفعول لمدة 24 ساعة إلى غاية هذا اليوم الخميس 24 سبتمبر 2015 على الساعة 6 مساء بالتوقيت العالمي، وهم شمال تونس، شرق تونس وخليج قابس، حيث تهب الريح من القطاع الشمالي قوة 7 إلى 8 من سلم بوفور، أي ما يعادل 28 إلى 40 عقدة، وتتقلص بعد ظهر هذا اليوم على خليج قابس. أما بالنسبة للسماء صباحا فكانت مغشاة بسحب أحيانا كثيفة على أغلب مجالاتنا البحرية. بعد الظهر إن شاء الله سحب عابرة على شمال وشرق تونس مع بعض الأمطار على خليج قابس. بشمال تونس ريح شمالية غربية من 25 إلى 30 عقدة والبحر شديد الاضطراب. بشرق تونس ريح شمالية شرقية شمالية غربية من 25 إلى 30 عقدة والبحر يكون شديد الاضطراب. وبخليج قابس ريح شمالية شمالية شرقية من 15 إلى 25، البحر يكون مضطرب ورؤية تتراوح من ميلين إلى 5. هذه الليلة إن شاء الله سحب عابرة على أغلب مجالاتنا البحرية تكون مرفوقة ببعض الأمطار على خليج قابس. الريح بشمال تونس شمالية غربية من 25 إلى 30 عقدة ثم تتقلص تكون بين 15 و 25، البحر شديد الاضطراب فمضطرب. على شرق تونس ريح شمالية غربية من 25 إلى 30 عقدة ثم تتقلص إلى 15-25، البحر شديد الاضطراب فمضطرب. وبخليج قابس ريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 20 تصل محليا إلى 25 عقدة والبحر يتواصل مضطرب، أما الرؤية ليلا فتنخفض من 5 أميال إلى ميلين. يوم الغد إن شاء الله سحب عابرة على أغلب مجالاتنا البحرية. الريح تتواصل من القطاع الشمالي تكون بين 15 و20 وتصل مؤقتا إلى 25 عقدة بالنسبة لشمال تونس وتكون بين 10 و15 عقدة بخليج الحمامات. البحر مضطرب بشمال تونس وقليل الاضطراب بخليج الحمامات والرؤية تتراوح من ميلين إلى 7. بالشابة وخليج قابس ريح من القطاع الشمالي تكون بين 10 و15 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية تتراوح من ميلين إلى 8. نمر لحركتي المد والجزر. بميناء إصفاقس 59 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و51 دقيقة ومتر 50 سنتيمتر على الساعة 1 بعد منتصف الليل و50 دقيقة. ميناء قابس 71 سنتيمتر على الساعة 8 مساء و38 دقيقة ومتر 83 سنتيمتر على الساعة 1 بعد منتصف الليل و54 دقيقة. ميناء جرجيس 37 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و55 دقيقة و87 سنتيمتر على الساعة 2 بعد منتصف الليل ودقيقة واحدة. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بالموزع الصوتي أو زيارة موقع الويب. شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.